رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس: اليونان بحاجة لحكومة قوية مثل تركيا. في تطور لافت قال زعيم حزب الديمقراطية الجديدة إندي ورئيس الوزراء اليوناني السابق كيرياكوس ميتسوتاكيس في خطابه أمام الجماهير قبل الجولة الثانية من الانتخابات التي ستجري في 25 يونيو حزيران الجاري، إن تركيا بات لديها حكومة جديدة ومستقرة وقوية اليوم، مشيرا إلى أن اليونان بحاجة إلى حكومة مستقرة مثل نظيرتها تركيا حتى يمكنها التعامل مع التطورات الجيوسياسية في المنطقة وتقود البلاد إلى المستقبل بثقة على حد تعبيره. وتابع ميتسوتاكيس قائلا: انظروا إلى تركيا، لديها حكومة جديدة ومستقرة وقوية، وهي مثال يحتذى به. وأضاف أن أثينا أيضا بحاجة إلى حكومة مستقرة لحماية حقوقها السيادية وتأمين حدودها البرية والبحرية. ومن الجدير ذكره أنه في الانتخابات التي أجريت في اليونان في 21 أيار مايو المنصرم لم يتمكن أي حزب من الفوز في الجولة الأولى، وتقرر إجراء انتخابات مبكرة جديدة يتم فيها تطبيق نظام انتخابي جديد. يأتي ذلك وسط تزايد الفرص التي تشير إلى أن حزب إندي الحاكم سيعود إلى السلطة مجدداً.